بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم ومقطع جديد من قناتكم قناة بانوراما للأعمال الخشبية. إن شاء الله النهاردة معنا فيديو هنتعلم فيه إزاي نعمل المكتبة الثلاثية الشكل من الألف للياء. أول شيء بنرسم الدايرة اللي احنا عايزين نعملها على بنرسم دايرة على المقاس اللي احنا عايزينه، وبنقسم الدايرة ديت لنصين. بنشد قطر يقسم الدايره نصين، وبناخد نص القطر بنعمل ارتكاز عند القطر من يمين وشمال، وبنعمل النقطتين في كل دايره في كل نص زي ما حضراتكم شايفين كده في الصوره. وبنرجع بقى نوصل النقط دي كلها ببعضها علشان نرسم الشكل الثلاثي. يعني بنوصل كل النقاط. اول شيء بنقسم الدايره اتنين، وبنرسم وكل نص دايره بنعمل فيه نقطتين زي ما حضراتكم شايفين كده. المقاسات طالعه واحده بالظبط لان احنا عاملينها بالبرجل ما شاء الله كده. خلاص احنا طلعنا المقاس. طبعا بقى المقاس زي ما انت عايز، كبير صغير. بنرجع بقى ناخد مقاس القطع. خدنا مقاس كل قطعة ونرجع نقطعهم بقى على المنشار مقاس واحد زي ما حضراتكم شايفين. يعني احنا بعد ما قسمنا الدايرة عملنا الدايرة الاول وقسمناها نصين، عملنا بالنص القطع نصين وكل نص عملنا عليه نقطتين. وبناخد بقى المقاسات مقاس القطع ونقطعهم زي ما حضراتكم شايفين كده. كل طبعا الشكل الثلاثي طبعا هياخد 6 قطع. احنا معانا 3 دوائر 3 اشكال قصدي، فبنعمل لكل شكل 6 قطع. طبعا المقاس الكبير له مقاس، والمقاس الوسط له مقاس، والصغير له مقاس. كده احنا قطعنا الخشب اهوت، بنقطعه زي ما حضراتكم شايفين للمقاسات. تمام، ده اخر لوح. بنروح بقى على الديسك، بنظبط الزاويه بتاعتنا، زاويه الالتقاء بين كل قطعتين، وبناخدهم شطف على الديسك. طبعا هو الديسك فيه ميول، في ميول بزاويه 60، دي زاويه 60 بناخدهم اهو نشطفهم كلهم زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انت بتاخد بقى مقاس الزاويه على الديسك عندك مدرج، بتاخد بقى المقاس زي ما لغايه ما بيظبط معاك، وكده المقاس 60 يظبط معاك. وبرضه انت حسب يعني انت بتاخد مقاسك بالملي، يعني بتحدد كده. بنشطفهم كلهم، احنا طبعا مقطعينهم على المنشار على الصينيه مقاس واحد. بنرجع بقى نشطفهم كلهم زي ما حضراتكم شايفين كده الشطف. طبعا بناخد حذرنا جدا لان الديسك خداع، ممكن يعورنا ولا حاجه، بس احنا كده يعني ايه برضو الحمد لله. يعني هو الموضوع طبعا احنا مش بنشتغل بالسرعه دي، ده احنا مسرقين الفيديو، لكن في الطبيعه احنا بناخد بالنا جدا وبنشتغل على مهلنا جدا لان الديسك خداع وممكن يسحب الخشبه وتعور ايدك، فلازم تشتغل على مهلك خالص. كده خلاص اهوت، ان شاء الله قربنا نخلص اهوت. ده كده تقطيع الشطف القطع كلها، ده اخر واحده. تمام، نروح بقى على الرسمه، الرسمه اللي احنا محددينها. بنظبط بقى مقاساتنا عليها عشان الزاويه تطلع مظبوطه. ده المقاس الكبير اهون، ده اكبر مقاس بنلمه الاول. طبعا بنعمل البدابيس والغيره، لازم الغيره يا جماعه عشان برضو الـ 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 الشكل يبقى جامد ومتين. بنجمعه بالغيره اهون وبالدبابيس. تمام، طبعا ده دبوس ومسمار. احنا الاول هنعمل دبوس ومسمار، وبعد ما ناكد على المقاس ونحكمه نرجع بقى نثبته بالدبابيس. ده اول واحده خلصناها، ده المقاس الكبير، ده المقاس الكبير. طبعا هنقلب بقى عشان ناخد من الناحيه الثانيه. ادي الدبابيس زي ما بقول لحضراتكم كده، الدبابيس اهي. تمام، نجمع بالدبوس كده، خلاص خلصت. الناحية التانية برضه لازم نرجع نأكد تاني على الدبوس لأن احنا لما قلبنا كانت اتفكت. تمام، بناخد بقى بالدبابيس اهي من على الشمال. ده الدبوس المسمار بقى، يعني خدنا دبيس عادي، نرجع بقى ناخد لها دبوس مسمار عشان تبقى متين كده. مع الدبوس من لاتش ومع المسمار الدبوس مع الغرة تبقى زي الحديد بالظبط، تبقى زي الحديد. نمسح بقى الزيادات، بنمسح زيادات الغرة دي. القطعة الأولى اللي هي المقاس الكبير، نرجع بقى للمقاس الوسط. تمام، المقاس الوسط بنلم برضو بنفس الشيء. دي الدباسة اهي، بندبس بدباسة الأول، والغرة لازم الغرة يا جماعة طبعا، والغرة تكون تقيلة مش خفيفة كمان، عشان برضو لما تنشف تبقى زي الحديد معاك، لأن أنت مش هتعملها ظهر. هي لو هتعملها ظهر ماشي، لكن علشان هي مش هتعملها ظهر فلازم تكون متينة جدا. أدي الغرة
نغري برضو الاطراف التانية ممكن تكون نشفت. بالدبوس نعمل بالدبوس. تمام. أنا بس انا بجيب صابع دبوس لان الدبوس كان خلص. هذا الدبوس كده تمام. الدبوس كلها هي خلاص. هنقلب بقى من الناحية التانية. ادي الدبوس المسمار برضو رشلي علشان برضو يمسكها تبقى متينة جدا. تمام. نعكس بقى عشان ناخد الاتجاه التاني. يعني هي دلوقتي معمولة بدبوس من فوق ومن تحت وكمان معمولة بدبوس مسمار من الجهتين يمين وشمال. طبعا بتبقى زي الحديد ما شاء الله. بنمسح بقى الغير الزيادات والحاجات دي بنمسحها. تمام. ده اللي هو الوسط. ده المقاس الوسط. ده الاشكال. طبعا احنا عاملين ما شاء الله شكلين ثلاث مقاسات. المقاس الكبير والمقاس الوسط والمقاس الصغير. طبعا شكلهم جميل جدا ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين. جميل 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 جدا. ومقاساته محكومة والزاوية محكومة جدا. ده الشكل النهائي بتاعهم. حاجة ما شاء الله جميلة جدا. وده برضو ممكن ترصهم كده يعني كذا شكلهم كذا شكل وكذا طريقة.